السلام عليكم. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في كورسة لايف جديدة اللي كل شهر كتقلب على أحسن مكان في لاسين أوربان ماروكان باش يجيبوا لكم تال عندكم للدار ويديروا لكم كونسير وتحتفلوا معهم. مرحبا بكم في كورسة لايف جديدة. السيد اللي غادي يحتفل معكم هذه الليله في كورسا لايف هذه واحد 10 سنين هو تيحرك في هذا لاسين اوربان ماروكان. ولد الحي المحمدي ما عندوش بزاف مع البرزاطه والخرباقه وعطى لو تيرم ديال بوعار اون اوتر ديمونسيون. ولد الكاريان سنترال بلس قح معكم باري. واش كلشي مزيان؟ كلشي بخير؟ كلشي ناشط؟ كلشي هو هذاك؟ ياك؟ يلاه واش كلشي غادي نوض دابا معنا؟ بعدا بغينا نبداو المورسو الاولاني بغينا نلقاو كلشي واقف وغادي نحركوا شي شويه القضيه ياك؟ الله ربرا مستر كوبوي كاو كاو بوي اي عطي Oh, yeah.
ميرسي. واش كلشي مزيان ياك؟ يلا مازال زيد مازال. شكرا. Mother!
الغرب اللي يديرونا الغربان ويغربلونا كي بغاو. حنا بغينا نحلو اليوم هاد المره في الغربله. Thank you.
كلشي بخير كيف البارح كيف اليوم عايشين ضاحكين كاعيين الوقت مقوده ديما غاديه في طريقها وحنا تابعينها كيف بغات هي واش كلشي معنا بخير كلشي ناشط ياك كلشي هو هذاك صحه 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 بيبليك كيف البارح كيف اليوم عايشين ضحكين الوقت مقودة وكيف غادي بينا احنا تابعينها وهذا زمان شدة تشيكينا فيها يا كلشي مزيان كلشي مزيان يا يا عندكم تغطوا وتقولوا وقت الحفا والصندالة مقطعة مشى وقت الراجل مرة تلقاه مرة لا وقت التخمام ورمضان والمطاشة دايرة تمام والحزقة بلا ريحة الدايرة وقت البي والنقود كنا تعلمنا في الطرح كيف كانوا المرود يصرحونا والخضارة تجي في تمشي سلم يا وشري والبنت معكرة تمري واش عقلتو على ستة في البيت دارين دي فلاكس لو نادي تولدو الفوق ويكبرو لتحت ستة يا ستة يا كاس مان الشدة وقت مزيرة غير خبز الفران ودبكة والدنيا هانية نحاولو الضوء من برا ونسكين الماء
حياه الدنيا كيف البارح كيف اليوم عايشين ضاحكين كاين الوقت مقوده كيف البارح كيف اليوم عايشين ضاحكين كاين الوقت مقوده كيف البارح كيف اليوم عايشين الوقت بيبليك فرحانين بيبليك زوين خصني ما كرهش نعلي لكم ميداليات ولكن دابا غادي نوضوا مازال الالبوم جاي صح ديديكاس لكاع البيبليك اللي معانا وحنا فرحانين مع البيبليك زوين ومع هاد لي جون ومع ولكل ما كنتوش نتوما ما نكونوش حنا حيت نتوما هما البيبليك ديالنا حنا باش غادي صح نوضو نديرو واحد شويه القربله ديال شي شويه شعبي ماروكان شويه يا ونوضو انا بغيت نشوفكم واقفين كلشي واش تفهيت يلا شتم كلشي صحه بيبليك يلا صحا زغريتها بلس كاريان سنترال بلس صحا خو ساك اصفرا
شي حاجه كبار هابي كبار عاوتاني صحه باري ميرسي بوكو صحه باري صحه البيبليك ديال كورسا لايف بيبليك ديال كورسا لايف مرحبا بكم معنا باري غنخليك تقدم الجروب ديالك عطينا شي جيمي يلا حسن يلا حيد الراستا حيد الباستا ديالو محسن امريش مشهور فيسبوك هذا جيتار كلافي ريمي 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 ماشي لا فامي ريميتي ريمي ديال المغرب فيصل لاباس كاع الجروب ديال روتس ديال ريغي سانشاينز ابراهيم التركماني ديال المغرب ميدي المروكو ابراهيم صحا ومعنا قناوان معك سي محمد ما نهضروش وعزيز جوج مع المياه ديال الليالي وكل شيء فلورون هاد الدري خصكم تصايبوا لي لاكارت ناسيونال ديالو فهمتيني وك وك الهاك صحة صحة معاك أناس بانجو عود جيتار راك شتو كلشي اللي حدا شي حاجة راه هو مولاها صحة بحري باري ميرسي يونس هو باري سليبينغ سيستيم وسيبا وما كاينين ولكن اللي بغى يدي معاه شوية ديال باري للدار فين يقدر يلقاه يشري زعما السيدي انت عارف هاد القضيه ديال الشراء ما كاينش كيفاش غنديروا هاد القضيه باش يديروا باكيات ديال التيد باش تشري كاع السيدي يطلع لك باكيه ديال التيد كبيره زوينه هاد القضيه سبونسور الواليدات خويا التيد في الماد السيدي ديال كل كاع الجروبات اللي كاينين في المغرب وداك ان شاء الله كاين انترنت تقلب طلع ما يدار في انترنت وباش تشري البوم راه كاينين ولكن ما كثرش بزاف كاينين في المدينه شويه في الصويره شويه في مراكش شويه هادشي اللي كاين اللي بغى باري راك يقدر يلقاه جوجل هو صاحبكم ما كاينش مشكله جوجلوها والقضيه تكون مزيانه انت بغيتك تحدد لي واحد القضيه اللي كنا هضرنا عليها في الكورس فاش طلعتي معايا في الفان وكنا تسالينا في حي محمد مزيان وقلبناه كامل كاين مازال الناس اللي مازال ما كيعرفوش المعنى ديال بوعار عند باري بغيتك تعاود تفسروا لهم بوعار انتوما عارفين شنو هو بوعار بوعار هو داك تيقلب طوارو ياك هو خدام هذاك بوعار بوعار كاين بزاف خدامين وحنا تنبوعروا الموسيقى يعني تنخدموا الموسيقى حتى حنا تنقلبوا في الموسيقى هو هذيك الاسم ديال بوعار يمكن ماشي معياره هو لان داك السيد ما عندوش وهذا وتيبوعر وكاين اللي ما عندوش في الموسيقى وتيخدم على الموسيقى باش يولي مزيان ويعيش مزيان صح كلشي من لاباز باري راك خدام الالبوم الثالث قرب الالبوم الثالث قريب ان شاء الله عاودنا عليه شويه نعاودوا عليه شويه ما بقاش بزاف ديال الوقت حنا غادي ندخلوا من هنا لواحد شهرين الاستوديو ونخليو لكم تيوصل والبيبليك هو اللي غادي يقول شنو كاين وهذا ان شاء الله غادي يكون وغادي يكون بواحد الجهد مزيان اللي قال البيبليك يسيق لي الخبر وغادي نحاولوا كيفاش نديروا ديستريبيسيون واخا نبداو نفرقوه مع لي فلاير ديال في الزناقي ولا شي كان معكم باري في كورسا لايف وانتم شكرا اللي كتكونوا معنا كل سيمانه في كورسا في لوفان وكل شهر في كورسا لايف غادي نتلاقاو بكم كما العاده كل السبت مع 7:30 تقريبا نكونوا معنا في الموعد تري بون سواري سور دوزيام تهلاو في راسكم ميرسي